كليتشة التمر بطريقة كلش طيبة وسهلة. عيد سعيد وكل عام وانتو بألف خير. حنزل بالفيديو الجاي طريقة عمل أجوة التمر. بكاسة خليت مي دافي، خميرة وشكر وتركتها تتفاعل. بكاسة لو خليت طحين، شكر ورشة ملح. ضفت هيل وحبة حلوة وشوية سمسم. بعدين ضفت زبد ويكون بدرجة حرارة الغرفة. خليت الخميرة ومي يكون دافي وعجنتها زين. غطيتها وعفتها ترتاح مدة ساعة كاملة. على ورق زبدة خليت التمر وفرشت طبقة لخ من ورق الزبدة. ساويتها بالشيبك حتى يصير نفس حجم القالب. العجينة قسمتها بالنص ونفس طريقة التمر سويت بالعجينة. تبسي دهنتها وخليت أول طبقة عجين وبعدين التمر والطبقة الثانية من العجين. قسمتها أول شي بالعرض وبعدين بالطول. وبكاسة خليت حليب وشوية دبس ومسحت بيها الكليتشة وما استخدمت بيض حتى لا تزفر. وآخر شي رشيت عليها شوية سمسم. شويتها بالفرن مدة 25 دقيقة على درجة حرارة 380 فهرنهايت وبعدين حمرت الوجه وبس بالعافية.